السلام عليكم. لو احنا محتاجين نعمل جدول زي ده يكون فيه هنا عندنا عمود فيه اسماء الموظفين ومعدل الاداء بتاعهم شهر مارس، معدل اداء شهر ابريل، وهنا البرفورمانس بتاعتهم، هل هو الاداء ده بتاعه بيعلى ولا يقل؟ طب انا لو عندي جدول زي ده وفي البيانات بالشكل ده، فانا هيبقى بالنسبه لي في صعوبه ان انا اشوف هل معدله بيزيد او بيقل عن طريق النظر. لا، ده هو بالنسبه لي لما انا اعملها بالاسهم ده والاسهم لونه اخضر والسهم يكون مثلا لونه احمر، فانا اقدر اشوفها بسهوله. لو عايزين نعمل الجدول زي ده، تعالوا مع بعض نشوف بيتعمل ازاي. زي ما وضحت لكم هنا الاسماء والبيانات ظهر قدامنا. اول حاجه بعد كده هنعمل ايه؟ هنحول الكلام ده لتيبل. هاجي هنا من فورمات از تيبل، هختار الستايل ده، او من الكيبورد هضغط كنترول تي وبعد كده هقول له اوكي. هيتحول الداتا عندنا الجدول بالشكل ده. الافضل نسمي الجدول باسم معين عشان بعد كده لو احتاجناه في اي فورميلا نقدر نستدعيه بسهوله. بعد كده هاجي في الجزء بتاع البرفورمانس، هكتب المعادله دي ايكوال، لو نكتب اف مارس أقل من إبريل هيكتب 5، لو غير كده هيكتب 6، ونقفل القوس ونضغط إنتر. هنا حولهم لي الأرقام من 5، 5 و6. طيب بعد كده هعلي من الأرقام دي وأجي هنا من هوم وهنختار ويبتينجز فونت وهنضغط إنتر. بعد كده هو هيحول لنا الأسهم بالشكل ده. هنيجي بعد كده نعمل كليك يمين وهنختار من هنا فورمات سيل كاستم وهنكتب زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. هنكتب هنا جرين، لو هو الرقم ده بيساوي 5 سيمي كولون دي الفاصلة من نقطة، وبعد كده هو هيبقى اللون ريد لو بيساوي 6، بعد كده نضغط اوكي. هنا حوله لنا بالالوان بالشكل ده. طبعا الافضل خليهم هنا سنتر بالشكل عشان شكلهم جميل كده. في حاله تغيير اي عنصر من العناصر دي هو هيغير لك اوتوماتيك مؤشر الاداء بتاعه. لو مثلا هنا الشخص ده بقى 170 فهو هيعلى مؤشر الاداء بتاعه وهكذا. لو حابين نعمل حاجات زي دي ان شاء الله على طول تكتبوا لنا في الكومنتات الحاجات اللي انتوا عايزين تتعلموها، ان شاء الله هنوفقها لكم في فيديوهات قادمه باذن الله. شكرا.